شك انه شعبيه وجماهيريه الليفر زادت بشكل كبير جدا بعد انتقال محمد صلاح للعب في صفوف ليفربول، بس اللي ما فيهوش برضه شك اكتر هو انه الشعبيه دي زادت وتطورت بشكل كبير جدا، مش بس عشان محمد صلاح لكن كمان عشان ليفربول بقى واحد من اقوى الفرق واكتر الفرق امتاعا بتلعب كره قدم على مستوى العالم. هيكون معانا واحد من نجوم ليفربول واستون فيلا كمان، يمكن كان ليه تجربه اللعب مع استون فيلا، نجمنا في السادسه النهارده هو النجم ستيفن وارنوك. بشكرك طبعا على ظهورك معانا، واهلا بيك وسهلا في السادسه على شاشه الاهلي. Thank you very much. Thank you for having me. شكرا جزيلا، شكرا على استضافتي. بداية اعتقد انه كان موسم قاسي جدا على كل عشاق الليفر، يعني فكرة المنافسة على كل الألقاب والوصول للمحطة الأخيرة ثم فقدان لقب البريمير ليج قبل ربع ساعة من نهاية البطولة، وفقدان لقب الشامبيونز ليج أمام الريال مدريد في مباراة كانت خارج التوقعات تسيدها ليفربول، أعتقد كانت صدمة كبيرة بالنسبة لجماهير الليفر. نعم، كانت تجربة قاسية على جماهير ليفربول، ولكن أعتقد أن جماهير ليفربول كانوا فخورين جدا بفريقهم. أعتقد أنه كان موسما طويلا، كان موسما كبيرا، كان لديك العديد من المباريات لتتعامل معها بشكل سريع وبشكل قوي. أعتقد أن مانشستر سيتي كان الفريق الأفضل بالنسبة للدوري الإنجليزي، فأنهى الموسم بطلا. وأعتقد أن ريال مدريد كان لديه حارس مرمى كبير تيبو كورتوا، هو الذي حسم الأمور لفريق ريال مدريد، ولكن أعتقد أن ليفربول كان الأفضل. لو اتكلمنا على الموسم الجديد واستعدادات الليفر والبداية، هكلمك الحقيقة على الصفقة الأهم أو اللي كتير من الناس بتراهن عليها، صفقة داروين نونيز المهاجم الأوروجواياني المنضم من بنفيكا. إزاي شايف أهمية الصفقة دي، وخصوصا في ظل أخبار بتقول أنه ماني اقترب بالرحيل من رحيل عن ليفربول لصالح بايرن ميونخ؟ نعم، إذا نظرت إلى وضع ساديو ماني مع النادي فإنه وضع حزين. أعتقد أن ساديو ماني لاعب رائع، وإذا أردت أن تستخدم لاعب كداروين نونيز وخصوصا أنه ذو طابع مختلف في الأداء عن ساديو ماني كليا، أعتقد أن الأمر يختلف. الآن داروين نونيز مهاجم قوي جدا، ويبذل المزيد من الجهد في الملعب، ولكن الأمر مختلف مع ليفربول عن بنفيكا. هو مهاجم قوي، ولكن يجب أن تنظر الآن، كان لديك ساديو ماني، كان لديك لاعب رائع، ويجب أن ننتظر ونرى ماذا سيصنع داروين نونيز. من وجهة نظرك إيه هي أسباب رحيل ساديو ماني عن الفريق؟ هل عدم وجود اتفاق أو رؤية مشتركة بين الإدارة وبين النادي، ولا رغبة ساديو ماني كما قيل في بعض الأخبار والتقارير أنه يرغب في تقاضي مبلغ 400 ألف استرليني في الكراتب أسبوعي؟ أعتقد إذا نظرت إلى ساديو ماني وإذا نظرت إلى ما فعله مع النادي خصوصا في فترة محمد صلاح، وأيضا بعد استخدام لويس دياز، فأعتقد أنه رأى أنه ليس بالأفضل له أن يستمر مع ليفربول في ظل هذه المنافسة. أعتقد أن الأمر أيضا كان له جانب مادي كما ذكرت، وليفربول أيضا لم يوافق أن يدفع هذا المبلغ أسبوعيا. كان الأمر صعبا أن توازن بين ساديو ماني وبين اللاعبين الآخرين في ظل هذه الظروف المالية التي يمر بها النادي. هل تعتبر أنه رحيل واحد من أهم أوراق الليفر عن صفوف الفريق زي ساديو ماني للبايرن يؤكد أكثر على فكرة قدرة الليفر في الحفاظ على النجم المصري محمد صلاح واستمراره مع ليفربول، ولا هتنطبق نفس القاعدة فكرة رفض الشروط المالية لمحمد صلاح للتجديد، وبالتالي يكون صدمة يعني مزدوجة برحيل ساديو ماني ومن بعده محمد صلاح؟ سأكون متفاجئا، لأكون صريحا، سأكون متفاجئا إذا غادر محمد صلاح ليفربول. أعتقد أن ليفربول يريد أن يدفع لكلا اللاعبين، ولكن محمد صلاح الآن
التركيز الأكبر على عقد محمد صلاح الآن. إذا أراد أن يستمر مع ليفربول يجب أن يخفض قليلا من مطالبه. أعتقد أن وجود ساديو ماني من عدمه لا يمثل فارقا كبيرا كوجود محمد صلاح. محمد صلاح النجم الأكبر، يجب على ليفربول أن يتفاوض معه بشكل جيد. أعتقد أن محمد صلاح أكثر قيمة لليفربول عن ساديو ماني. بداية وانت بتتكلم على صلاح، طبعا ماني رحل عن الدوري الإنجليزي، لكن استقدام السيتي لإيرنينج هالاند واحد من أكثر المهاجمين المميزين على مستوى العالم، نجاح ليفربول في التعاقد مع داروين نونيز، وجود نجوم بحجم هاري كين، كريستيانو رونالدو، وطبعا محمد صلاح هداف البريمير ليج في النسخة الأخيرة، النسخ الأخيرة عموما، يعني بيقول إنه الموسم اللي جاي هيكون فيه منافسة قوية جدا على لقب الهداف. من وجهة نظرك مين الأقرب وإزاي بتشوف المنافسة دي؟ هذا الأمر يعتمد على مدى انسجام إيرلينغ هالاند مع الدوري الإنجليزي. مانشستر سيتي نادي كبير، ولكن طبيعة لعب مانشستر سيتي تختلف كليا عما اعتاد عليه إيرلينغ هالاند. أعتقد أننا يجب أن نعول على محمد صلاح أن يفوز بالحذاء الذهبي. أعتقد أنه اعتاد على هذا الأمر. أعتقد أنه اعتاد على إحراز العديد من الأهداف الرائعة. أعتقد أن الأمر لن يخرج من هؤلاء اللاعبين الثلاثة، إيرلينغ هالاند، داروين نونيز، محمد صلاح. وأعتقد أن الأمر يعتمد على جودة الفريق ككل. أعتقد أن المنافسة ستكون مميزة بين الثلاث لاعبين. هل بتشوف أنه إحنا على عتاب بداية مشروع جديد ليورجن كلوب في فريق ليفربول؟ فكرة تجديد الدماء، فكرة التعاقدات اللي تمت سواء في الموسم الأخير، شفنا وجوه زي كانوتي، زي طبعا تياجو ألكانتارا اللي قدم موسم استثنائي الحقيقة مع الليفر، لويس دياز كان واحد من الصفقات الملهمة جدا، واللي أعتقد يعني دخل في الحالة اللي عاملها فريق ليفربول تحت قيادة يورجن كلوب بسرعة، داروين نونيز السنة دي مع رحيل طبعا ساديو ماني، مع رحيل أوريجي. هل بتشوف ان احنا في بداية مرحلة مشروع جديد مع يورجن كلوب؟ نعم، أعتقد أن هذا أحد الأسباب التي دفعت يورجن كلوب للتعاقد مع داروين نونيز. بالنسبة لي، فيرمينيو، ساديو ماني، محمد صلاح، كانت ثلاثية كبيرة، كانت حقبة رائعة لليفربول. وأعتقد أن التغيير مطلوب، وأعتقد أن إذا نظرنا إلى دياز وإذا نظرنا إلى نونيز مع فيرمينيو ومحمد صلاح، الأمر سيتغير. يجب على اللاعبين أن يساعدوا في تطوير جودة الفريق. إذا نظرنا إلى ما يفعله كلوب، فإنه يطور من الفريق عاما بعد عام. أعتقد أننا إذا نظرنا الآن إلى فريق ليفربول، سنجد أن التطوير قادم لا محالة، خصوصا أن داروين نونيز سيغير في وجهة نظري من طريقة لعب الخط الأمامي. العوامل اللي افتقدها ليفربول الموسم ده ما ساعدتوش على تحقيق أي من الألقاب المهمة، سواء البريمير ليج أو الشامبيونز ليج؟ الإجهاد في وجهة نظري. الفريق كان لدينا موسما طويلا، ويجب عليك في كل مباراة أن تفوز بها. كانت مهمة صعبة جدا، كان الأمر مرهقا على اللاعبين ليلعبوا هذا الموسم الطويل، وخصوصا أيضا أن معظمهم لاعبين دوليين. أعتقد أن فريق ليفربول كان يعاني هذا الموسم. ليفربول أدى موسما استثنائيا، موسما مذهلا، خصوصا إذا انظرت ما حققه محمد صلاح على المستوى الشخصي. الأمر كان كبيرا بالنسبة لليفربول، ولكن كان مرهقا على نفس المستوى. أعتقد أن الفريق كان مركزا، كان في أعلى درجات التركيز، ولكن هذا يجعل من فريق ليفربول أكثر تركيزا وإصرارا على حسم المزيد من البطولات. ستيفن وارنوك بيقول لكم إن الموسم كان طويل واللعيبة كانت بتعاني من الإجهاد. ما أعرفش إن الموسم عندنا مستمر لغاية بداية شهر 9. نرجع للحوار مرة تانية، مين الأقرب للقب ذا بيست من وجهة نظرك السنة دي، أو مين الأسماء اللي أنت ترشحها للمنافسة على لقب البالون دور أو جايزة ذا بيست؟
أعتقد أن من المحتمل أن يكون بنزيما، ولكن وهذا بالنظر إلى الأهداف الحاسمة التي حققها، البطولات التي فاز بها، هذه عوامل كبيرة لحسم الأمر لصالح بنزيما. بالنسبة أعتقد أن محمد صلاح بدأ موسما جيدا وأنهى الموسم بنفس الطريقة وأحرز العديد من الأهداف الحاسمة، ومحمد صلاح كان لا يستحق أن يفوز بهذه الجائزة هذا الموسم. أستون فيلا مهم جدا، ودي كانت واحدة من المحطات اللي أنت يمكن ابتديت فيها يعني في مشوارك، لعبت الفريق أستون فيلا. تقييمك لتجربة تريزيجيه اللاعب المصري في أستون فيلا اللي كانت في بدايتها مبشرة جدا، ورأيك في رحيله عن النادي؟ نعم هي مفاجأة بالطبع، مفاجأة بالنسبة لي على المستوى الشخصي. كان لاعبا جيدا جدا، يجيد التمرير والتسديد والجري بالكرة. أعتقد أن الأمر كان صعبا عليه للاستمرار في الدوري الإنجليزي، وهذا الأمر كما قلت من قبل يعتمد على جودة اللاعب في المقام الأول. نتمنى أن تكون الفترة قادمة فيها تغيير لشخصياته. أعتقد أن نأمل لتريزيجيه أن يتحسن وأن يعود مرة أخرى للدوري الإنجليزي. أهم اللاعبين أو الأسماء اللاعبين المصريين اللي أنت شفتهم أو تابعتهم أو لعبت معهم في الدوري المصري، تفتكر مين منهم؟ لا أكون صادقا، لم أركز مع العديد من اللاعبين المصريين، لكن أعتقد أني أتذكر أحمد المحمدي، هو لاعب جيد لعبته أمامه، لكن لم ألعب أمام العديد من اللاعبين المصريين إلا سام مورسي حينما كنت في ويغن، لعبت بجواري. هو لديه فرص كبيرة لينضم للفريق المصري لمنتخب مصر. ستيفن وارنوك بشكرك شكرا جزيلا، كل التوفيق لليفر في بداية الموسم. واللي عايز أقوله أنه طبعا الليفر بقى ليه قاعدة شعبية وجماهيرية كبيرة جدا في مصر.